بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيسة، أصحاب السعادة، النواب الكرام، صاحبة السعادة النائبة الدكتورة سوسن كمال، بداية تقدم بالشكر لاهتمامكم في هذا الموضوع المهم، موضوع التخطيط بصورة عامة، والجزئية التي تفضلتم بها سعادة النائبة بالنسبة إلى تخصيص المواقع الإسكانية ضمن هذه المخططات. في سياق ملاحظات سعادة النائبة ذكرت ما تم ذكره في الرد بالنسبة إلى موضوع التخطيط والمناطق الإخطاء التي يجري تخطيطها على مستوى المملكة بصورة عامة. واسمحي لي أن أدخل في بعض التفاصيل على أساس أن تتضح الصورة إلى سعادة النائبة وأيضا إلى أصحاب السعادة النواب الكرام. اليوم حاليا الوزارة من خلال هيئة التخطيط العمراني ومن خلال متابعة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنى التحتية وأيضا الإشراف العام من خلال اللجنة العليا للتخطيط تولي اهتمام كبير إلى تخطيط المناطق الغير مخططة على مستوى المملكة. حاليا هناك 27 منطقة قديمة، الأراضي فيها متداخلة، وتم وضع المخططات الأولية وحصلنا على الموافقات من اللجنة العليا للتخطيط ومن الديوان الملكي، ونحن في طور البدء أو في طور التخطيط. ومثل ما ذكرت سعادة النائبة هناك 3 مراحل، بداية من التخطيط ثم الاعتماد ثم التنفيذ. هناك أيضا بجانب هذه المناطق هناك 69 منطقة أخرى أيضا نعمل عليها بالتوازي وإعداد المخططات الأولية اعتمادا وسوف ترفع للموافقات الأولية من خلال اللجنة العليا للتخطيط والديوان الملكي، وثم نبتدي الأمور التنفيذية. بالنسبة إلى المخطط أو هذه المخططات، مثل ما يعرف الجميع ومن خلال أيضا متابعات بعض أصحاب السعادة النواب إلى هذا الملف، هذه الأراضي وهذه نقطة رئيسية ومهمة بغيت أن أنا أركز عليها على أساس أن تتضح الصورة. هذه المناطق اللي تخضع إلى التخطيط تحتوي على أراضي كثيرة متداخلة، أراضي متداخلة لا يوجد فيها شبكة طرق ولا توجد فيها ولا يوجد ولا ممكن أن الوصول إليها. هذه الأراضي كانت في السابق أراضي زراعية، وكان الدخول إليها ما بين من أرض إلى أرض من خلال الأراضي نفسها. طبعا تغيرت الصورة اليوم، وهذه اليوم تفتقر إلى وجود شبكة طرق، وجود إلى خدمات، وجود لهذا، فتحتاج إلى إعادة تخطيط. فإعادة تخطيط الغرض الأول من خلال هذا التخطيط طبعا إعادة تخطيطها وإيجاد شبكة طرق وتقديم الخدمات البنى التحتية بما يتماشى مع المخطط الهيكلي لمملكة البحرين، وتكون وهذه النقطة الرئيسية في إعادة التخطيط الأولوية فيها هو تعويض الملاك أصحاب الحق في هذه الأراضي، في التعويض عن هذه الأراضي على أساس أنه يستفيدون منها بعد طول انتظار. بالنسبة إلى موضوعنا هذا الحزام الأخضر، الحزام الأخضر مثل ما أوضحت أنا في الرد على سعادة النائبة، هذا هنا جزء جنوبي
وهناك جزء شمالي. الجزء الشمال الجنوبي في مرحلة متقدمة من تقريبا التخطيط في انتهى، لكن كان هناك في بعض التعديلات، وكل تعديل يصير يجب ان احنا نرجع الى الدوائر الخدمية على اساس ناخذ ملاحظاتهم. ووصلنا احنا الى هذه المرحلة المتقدمة واللي تشمل هذا الجزء الارض اللي ممكن ان هي تكون حق المشروع الاسكاني. عملية التخطيط تقريبا منتهية، احنا واصلين الى مرحلة الحين الى بدء الاعتماد حصلنا، موضوع الحين ان التنفيذ. فمن خلال هذا هذه المرحلة فاحنا في مرحلة متقدمة. انا ذكرت موضوع انه هو في الربع الاول الى من العام 2022 ان على اساس ان لا اعطي وعود ما ممكن تنفيذه، لان مرحلة التنفيذ معالي الرئيس اصحاب السعادة النواب، موضوع التنفيذ اليوم من خلال اصدار قرارات الاستبلاك والتثمين واعطاء الملاك حسب ما نص عليه قانون الاستملاك المنفعة العامة، اعطاء الملاك الحق في التظلم في حالة عدم موافقتهم الى على التعويض، واذا في عدم الموافقة حتى على قرار التظلم ممكن ان يتجهون الى القضاء. فالامور قد تاخذ وقت لهذا، لكن انا حطيت هذا الموعد على اساس انه يعني نكون واقعيين اكثر مع التعامل مع مثل هذه الامور اللي يعني احنا نتمنى ان يكون هناك سقف زمني الى كل، لكن طبيعة التخطيط وطبيعة التعويض يحتاج الوقت ويحتاج اعطاء الوقت الى الملاك، وهم اصحاب الحق الاول في تخطيط اراضيهم. الجزء الشمالي احنا في مرحلة التخطيط، تم اعداد المخطط الاولي وتم تدويره على الخدمات وحصلنا على الموافقات، لكن مع الملاحظات. فاحنا لكن تحديدا بالنسبة الى المشروع الاسكاني هو في الجزء الجنوبي، ولا هو في فترة متقدمة من مرحلة انتهينا من الاعتماد وحين بنبتدي مراحل التنفيذ. وشكرا. شكرا جزيلا سعادة الوزير. تكتفيتي. طيب شكرا جزيلا.